كاع شنو اخويا؟ 1200 درهم، ذاك النهار كان 1700 1800 ياك؟ ربعة نبيعهم ومشيو. أربعة؟ هو الثمن راه الأثمنة هبطت شوية. ياك. السلعة ملي كنت نبيع السلعة ب 350. ولا سمعت قالوا الثمن طالع. هو هابط شوية. 250. لا. والله العظيم لا قلت راه مازال عندي مسجلة. هذا؟ دابا عاد قلت لي 250 نبيع. كنت كسلعة 350 دابا كنبيعوا فيها 250 مثال. إيوا مثال. إيوا. لا عاد قلت لي 250 دابا تقول لي 270. شحال عاد هو؟ عطاك 2000 درهم. إيوا نبيعوا ب 2000 درهم. أنت قلت لي 270. إيوا. كلشي مازال عندي. هو يزيد هو يزيد شوية وأنا نبقى شوية. كما كيف كتشوفوا صوت الحضارين هادو هما الحوال اللي بقاو كاين الصور بزاف كاين الناس هما ماشيين بحالهم هادو غاديين في حالتهم يعني تقريبا واحد 99% ديال الناس شراو الحوالي صافي شحال توفيق؟ شحال؟ عطي الله مسكين مع توفيق شحال البركة؟ شحال؟ 370 ها؟ 270 يعني هذا الخير هذا هو اللي كان باقي عندكم هو اللي كان باقي كان عندكم بزاف ولا غير هادشي؟ كان بزاف كان بركة بزاف بارك الله يعني قلتوا هذه البركة واش كنتوا كتبيعوها نفس الثمن ولا زدتوا فيها دابا؟ شوية شوية يعني اليوم الأخراني بارك الله يعني اليوم إلا ما جا الشاري واش غترجعوا يعني تخليوها حتى العام اللي ماجي ولا؟ نتقادوا مع الناس ونبيعوا ياك واش ما كان؟ بعد ما كان يعني الرخل بارك الله أبو عسلية والرئيس وفين كي داير كلشي بخير؟ من البليده خنيفره خنيفره اي يا تبارك الله وكتبان لي واخيرا نفات تبارك الله بعتي كلشي لا الله يجعل البركه صافي رجع البركه بقى لنا واحد الربعه نبيعهم ونمشيو اربعه هو الثمن راه الاثمنه راه هبطت شويه ياك السلعه ملي كنت نبيعوا السلعه ب 350 ولا سمعت قالوا الثمن طالع هو هابط شويه ياك السلعه كنا نبيعوا فيها ب 350 350 افرا كانت ودوك نبيعوا فيها 250 250 تبيع اه ويمكن الى شي واحد 2000 درهم غير تبيع ديك ايوا نتهودوا مع الناس دابا ما بقى ما نديروش هذا الشيء ما كاين لا ديفو لا والو غادي نشوف بارك الله واش بان لك يا شريف هذا؟ شنو بان لك في هذا الشيء هذا؟ نقول لك اخي والله العظيم الصباح تسوقنا كان شويه رخا هما اليوم والله الا تزق ويلي الصباح كان رخا والله الا الصباح كان رخا انا سمعت قال لك الصباح كان الغلا بالعكس انا ديت مع السبعه الصباح ديت واحد 300 دابا كيطلبوا فيها 450 نفر سبحان الله والله الا 450 500 كيبان لي انا البرانيين يعني الناس اللي كانوا جاو من المدن اخرى تقريبا كلهم شحوا شحوا المخزن يعني دابا جاو الشناقه دابا غير يعني واحد كيشتري حوالي ب 2000 درهم يبيع لك 4000 درهم 4000 درهم شابو بالله دينا في الصباح ب 3000 درهم والله العظيم اللي قطعتيه من الارض دابا دابا كنمشي نشوف خوتهم كيقول لي 4000 4000 هذا دخل 250 يعني غالي غالي صافي شحال تخلص هادو قسم الثامن ديالهم الاول المناسب مناسب 170 180 170 180 هذا هو الثمن بعيد الا كان بلا ما يعيط شي لا يحاول يدير واش هما ترى هادو اللي بقاو لك كاع الناس صح بقاو لنا ربعه والله يسر يجعل البركه الله يقوي الخير واش نقول انا الثمن ولا خليه هو يهضر؟ قول انا قول انا 180 هلا اش بان لك؟ صافي ان شاء الله هلا عرايه هو عادي تاع رايه هو راهي هذا 180 توكل على الله ماشي مع الدرويش هذا والله العظيم دائما انا كنجي مع الدرويش الحمد لله الله العظيم المسكين اللي جايب 2000 درهم 1000 درهم لا اللي مسكين مازال ما تخلص يعني اللي معطل في الخلاص باقي في تابعو العام تابعو انا السيد انا كي توكل على الله وبيع السيد 180 مسكين توا توا سبع مصاريف بزاف توا من العام اللي فات وشاريه 250 وماكلو 1000 درهم ورمو صافي 180 ها 270 صافي لا 2000 درهم ما بغيتيش تبيع لا ترى ما بغيتيش تبيع الوسط شنو عنده هنا؟ عنده حاجة لا لا عادي لا ماشي عنده شي حاجة ما يدي فابور صافي توكل على الله عطاك 2000 درهم عطاك الثمن لا صافي مشي في الراحة العيال مال 270 اخويا السيد عيد دابا عاد قلتي 250 لا والله العظيم لا قلتي راه مازال عندي مسجلة هذا دابا عاد قلت لي 250 نبيع كنت كسلعة 250 دابا كنبيعوا فيها 250 مثال ايوا مثال لا عاد قلت لي 250 دابا تقول لي 270 شحال عاد هو عطاك 2000 درهم ايوا نبيعوا ب 2000 درهم انت قلت لي 270 ايوا كلشي مازال عندي هو يزيد هو يزيد شويه وانا نبقى شويه دابا كتبان لي انا قدام الكاميرا كتقولوا ثمن ومن بعد كتقولوا ثمن ايوا شنو 2000 درهم بيع السيد
نفسي بالكاميرا. خاف من الله. خاف من الله. ايه. خاف من الله يلا سير. الله يبيعك. توكل على الله. باش. تبيع اصاحبي قول لك هنا العيد هذا. سيت عيد مع اولاد. 270. كيما العيد انا ساكن هنا. ساكن هنا؟ في طنجة. والله نبيع السي. انا ساكن في طنجة. ساكن في طنجة. وين في ساكن؟ حمد شوك. حمد شوك. انا ساكن في الغوالة. انا في حمد شوك. توكل على الله. باش. ها؟ بالفلوس. باش. شحال؟ 2000 درهم. لا 270 هذاك اخويا. كنطفي منها ان شاء الله. كنطفيهم. واه نطفيهم. قبيله انا قلت في الكاميرا 250 انا كنطفي 270. زيد نقص شويه. رزاق الله. هذا شنو كاين؟ يزيدك 100 درهم. 210. ما نشدوش على 100 درهم. علاش؟ 270 ان شاء الله. كنطفيهم ان شاء الله. لا جابوا 270 نبيعوهم ما جابوهمش غنديهم ان شاء الله لربيهم عام اخر. وغادي وانت عرفتي واش غيبقاو لك حيين ولا يموتوا. ولا بقى ولا من الثاني مالو ولا من الثاني. لا صاحبي توكل على الله صاحبي. شكون يكره؟ تقدر تخسر عليك طار انت. الصغير عليك طار. احنا مولفين الصاير. ياك؟ واه. صاحبي الدرويش ما عيدش معكم والله حنايا حنا ما كرهناش ما بغاش يسر مع اخي والو شي نقولوا له راه شوفوا لي محمد العشيه الله يعاونكم الله يجيب التيسير بارك الله فيك الله يرحم والديك بارك الله السردي موجود شحال هذا الخير البليده 4000 درهم 4000 درهم بارك الله السردي 4000 درهم ياك لا لا باين الصاع على النبي 4000 درهم السردي كون واضحين الثمن زوين يعني كيبان لي واقيلا نقصتي روحي حيتاش اليوم نهار الاخر ياك 2000 درهم سبحان الله شحال شحال طيحه فيه 2000 درهم داك النهار هذا كان كيدير 60 كيدير 6000 درهم 6000 درهم ديالكم هذه البركه هذه ديالنا مرحبا انتم النهار الاول هنايا ولا غير عاد جيتوا مؤخرا شريتوا شي 10 ايام هكا حنا 10 ايام يعني كان ديالكم اه دونك دابا دابا هذا شحال مثلا اخر ثمن تبيعوا 4900 كنحيدوا حيدوا 100 درهم كيفاش 4 اه يعني ناقص على 4000 كتقصد 3900 كتقصد 3900 مش 3900 بارك الله انا بيني وبينك لما قلت شريت كنت غادي نشري منك صراحة الله شي حاجه والله حتى كنت نشري منك لما قلت شريت يعني كنت غنقدم معك بارك الله انتم اخوتي استعني شفت بارك الله استعان النبي الحاجه ديال 6000 درهم 5500 ولا كيدير 4000 وهذا حتى هو نقول 4500 علاش زعما 4500 بارك الله خير وهزه وهزه هذا ماشي سردي اه ها أه؟ بركي ايوا البركي هذا بارك الله هاي كان خا يعني علاش زعما قالوا لي في الصباح كان الغلا السوق فهمتي كل واحد وكيفاش السوق ولا كيفاش كيصايد صاحبه ياك دابا انتم كيقولوا الغلا والصاف يعني بثمن طايح ما تخلوش انا مسير عليه كاين راه حاولي وصل هنا 3200 3300 3400 حتى 3500 وهذا الشيء دابا الا بقى هنايا ما بعتوش ترجعوه ولا شنو؟ نرجعوه ان شاء الله عاوتاني فين البليده؟ خنيفرة وزاني 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 جيب لي ديالنا اه ود مسموده مسموده رجعوها عاود بحالها عاود تبقى الفحوله العام الجاي ان شاء الله ان شاء الله تعالى وكاين عاوتاني الجزاره كيديهم عندكم اه بارك الله الله يسخر امين الله هذا كاين المليح ولا اه المليح اخويا كاين المليح لا لا تبارك الله كاين المليح وعلاش ما بعتوش ذاك النهار بالرخاص صاحبي علاش ذاك النهار ما بعتوش رخيص خليته حتى النهار الاخر احنا مصيرين ياك تبارك الله لا لا صلاح النبي تبارك الله والله العظيم لا واعر كون واضحين ذاك النهار انا بحال هذا قالوا لي 550 الف راه نقول لك راه باين 5500 اخر ثمن دابا ناقص تقريبا 1500 درهم في الحول 1500 اه انتم هذا هو السوق اللي بقى ولكن الخير موجود الصراحه اللي بغى يشري يجي دغيا للسوق خلو فيه الولسيسه يا شوف تسبيني يا قسم بربي يجيب لك الميزان وتخاطر انا وياك هاهما في نور هذا شحال هذا احسن منها ها هو كيقول لي هذا سبيني لا تخاطر معك باللي لا عندك يكون فيه شي حاجه شي ولد شي اللي عجبك الخاو شحال هذا الخير الثمن ديالو كل واحد الثمن ديالو بارك الله شحال دابا البركه كاع شنو اخر 1200 درهم ذاك النهار كان 1700 1800 ياك ثم الخير موجود كربابير